أفضل الصيد بسبب قرنه والذي لا يتكون من العظم بل من ألياف قاسية. يطحن قرنه ويصنع منه دواء خاص، كما تصنع من القرون مقابض الخناجر. ويتواجد في إفريقيا نوعان مختلفان من وحيد القرن الأسود والأبيض، وهما معرضان للانقراض بسبب الطلب المتواصل على قرونهما. كما ميز الله سبحانه وحيد القرن أيضا بحاسة شم قوية، وغالبا ما تحيي الإناث بعضها البعض بواسطة ملامسة أنوفها. وحيد القرن الأسود أكثر عدائية من الأبيض المسالم، وعندما يتعرض للتهديد يقوم بخفض رأسه والشخير استعدادا للقفز باتجاه عدوه، لكنه أحيانا يتظاهر بذلك ويتوقف عن فعل أي شيء. لا يتصف كلا النوعين من وحيد القرن بالذكاء، ويتميز كلاهما بضعف البصر بسبب وجود الأعين على جانبي الرأس. ليس لوحيد القرن أسنان أمامية، فهو يأكل باستخدام شفتيه ويتغذى على النباتات ويعتمد على الماء بشكل كبير، ولا يستطيع البقاء بدونه لأكثر من يومين. لكن الحيوان السري ليس وحيد القرن. معلومة أخرى، البعض يقول